أنا كنت عم حاول أتصل بأخي، موبايله مسكر. شبكي شو صاير؟ لا ولا شيء، بس بصراحة حسيت صوت عمي مانو طبيعي، عم يرجف و... أكيد هو بيكون اشتقنا. طيب بدي روح، انتي لا تتأخري. باي. موبايلك. ايه. طبعا اكيد. هلا مكتبنا عم يحضر لمؤتمر جديد واخذ كل وقتنا، كله تمام. اكيد اكيد نحن رح نلتقي. طبعا. ايه باي. ايه اكيد باي. استاذ اذا مشغول برجع بعد شوي. لا لا تفضل، انا كمان كان بدي احكي معك.